تبنى تنظيم داعش اليوم الهجوم على كلية الشرطة قرب كويتا في باكستان الذي تسبب بقتل 60 شخصا في أحد أعنف الهجمات هذه السنة في البلاد، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف مستشفى في باكستان. ففي عام 2010 أدى انفجار قنبلة إلى قتل 13 شخصا أمام قسم الطوارئ في أحد مستشفيات كراتشي، حيث كان يحتشد أقارب ضحايا اعتداء آخر. وعلى الرغم من كل تلك الجهود الحكومية المبذولة، لا يزال الإرهاب ينشط في المدن الباكستانية بلا هوادة. وفي 8 أغسطس آب قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 40 بجروح عندما فجر انتحاري شحنة ناسفة أمام مقر المحكمة في مدينة باكستانية في هجوم جديد يستهدف سلك القضاء. وتبنى تنظيم داعش الإرهابي وفصيل تابع لطالبان الباكستانية مسؤولية تفجير. يأتي هذا الهجوم بعد التفجير الذي استهدف حديقة للأطفال خلال عطلة الفصح الربيع الماضي في لاهور وأدى إلى قتل 75 شخصا. اعتبر واحدا من أعنف الهجمات في لاهور، أغلب الضحايا كانوا أطفالا ونساء. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع وهذه الاستراتيجية للجماعات المتطرفة على رأسها داعش اليوم من القاهرة. معي دكتور ماهر فرغلي الخبير في الجماعات المتشددة، أهلا بك معنا دكتور ماهر. عودة ظهور داعش في باكستان، كيف قرأت هذا الموضوع وما هدفه الرئيس خاصة بمقابل العمليات الأخرى والتي يخوضها داعش اليوم من دون نتائج إيجابية كما تقول المؤشرات على الأرض؟ بداية أنا كنت أتفهم تماما إنكار الحكومة الباكستانية لوجود داعش على أرضها ولوجود فرع للتنظيم. في الحقيقة هناك أنظمة كثيرة جدا تنكر وجود هذا التنظيم، يعني من باب أن التحالف الغربي يتخذ هذا التنظيم ذريعة للتدخل داخل الدول مستقبلا، متوقع هذا بشكل كبير في باكستان. لكن في الحقيقة داعش موجود، له أفرع، جزء كبير من طالبان باكستان بايعت التنظيم وهذا موجود في بيانات معروفة. هناك تنظيم أنصار التوحيد في الهند وباكستان بايع التنظيم، هناك على الحدود القبلية الحدود الأفغانية الباكستانية هناك فرع للتنظيم موجود. العملية جاءت في من هذا السياق، جاءت من فرع التنظيم الموجود هناك لإثبات الوجود لأن التنظيم له يتمدد، أن التنظيم ما زال موجودا. هي عملية دعائية في المقام الأول. طيب لماذا لماذا باكستان عملية دعائية؟ نعم، لماذا باكستان وماذا يمكن أن نفهم منها؟ يعني دعاية عادة عندما تصل إلى هذه المرحلة الجماعات الإرهابية، دكتور ماهر بخبرتك في هذه الجماعات، ماذا يعني، ماذا نفهم يعني مقابل الخسارات، خسارات كبيرة مني بها داعش إن كان في العراق أو في سوريا؟ نعم، هو خارطة التنظيم الحقيقية متمددة، يعني بغير خارطته الوضعية الموجودة على الأرض. يعني لو نظرنا سنجد أن التنظيم يتقلص في الحقيقة في المركز، مركزه على الأرض أو في الأماكن التي يمسك فيها بالأرض، سواء في الموصل أو في الرقة أو ما يحيط بهما. يعني لكن في الحقيقة أن التنظيم متمدد، له أفرع، له خلايا، له ذئاب متوحدة، له بعض الشخصيات القيادية كانوا في القاعدة بايعوه. التنظيم حريص على هذه النقطة تحديدا، على دعم شبكة التنظيم أو دعم الأفرع، يعني من النقطة الأولى. النقطة الثانية أن التنظيم يتخذ خطة، وهي خطة ما يطلق عليه حماية الحدود، وهي أن يشعل بعض البؤر وأن يقوم بعمليات متنوعة في أماكن مختلفة بحيث يشغل العالم عن المركز نفسه في الموصل وفي الرقة. النقطة الثالثة هو يستخدم ذلك دعائيا ولرفع معنويات أفراده وعناصره ومقاتليه، أنه متمدد، أنه ما زال قويا، أنه يستطيع ويده ممتدة إلى الخارج. باكستان جاءت في هذا السياق لأنها في هلال إرهابي في الحقيقة، هلال موجود في آسيا، في وسط آسيا، أن هذه التنظيمات تمددت بشكل كبير جدا في وسط آسيا. أنا أشكرك جزيلا من القاهرة دكتور ماهر فرغلي الخبير في الجماعات المتشددة على هذه المشاركة القيمة، شكرا لك.